مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. الفيديو مات اليوم هو عن الانستغرام وتحديدا عن مشكلة موجودة حاليا في الانستغرام، لهذا دعم الفيديوهات كثير عسى ولعل انه ما تروح حساباتكم ويصير حظر على هذا. لكن قبلها الطلب من كل واحد يدخل على الفيديو الرجاء مساعدتي حتى اجد لكم حلول لهذه المشكلة. مثل ما تعرفون اي خطأ بالانستغرام حاليا ممكن يعرض حساباتك على الهاتف، ممكن يعرض حساباتك كلها على الهاتف انه تنحذف. شكو عندك انستغرام، شكو عندك فيسبوك، اثنين فيسبوك اثنين انستغرام، وبالاضافة الى الواتساب، وبالاضافة انه راح تخسر الهاتف، ما راح تقدر تعمل عليه مرة ثانية حساب انستغرام. وجدت الاسباب الرئيسية حتى لا تعملوها وتنحضر حساباتكم. اول شيء انه ممنوع تتدخلون بالسياسة، هذا شيء منتهيين من عدا. والشيء الثاني التعليقات السلبية بينك وبين أصدقائك للأسف أيضا تحضر الحساب، إذا بلغ عليك يروح الحساب. شيء ثالث أنه أي محتوى ديني، أغاني دينية، للأسف 6 عندي انحضرت حساباتهم. وبقى شيء أنه إذا أرسلت صورة إباحية للأسف وتبلغ عليها راح أيضا ينحذف حسابك. فرجاء حافظوا على حساباتكم وحافظوا على أجهزتكم، يعني راح تشتري جهاز جديد إذا انحضر، خصوصا الآيفون. وجدت حل بقسم أجهزة الأندرويد، بس بالآيفون للأسف إلى الآن أبحث عن حل. شوفوا هذا الخطأ هنا عند حساب إنستغرام، انحذف وياه فيسبوك وإنستغرام، شكو شيء على الهاتف وراح ينحذف الواتساب. كثير من المتابعين انحذفت عندهم كل تطبيقات ميتا. فإذا تريدون تحافظون على حساباتكم لا تعملون هالشي. هذا الفيديو طريقة إنه شون انه ترجع حسابك، راح اتركها بصندوق الوصف ان شاء الله. اذا جاكم طعن اهم شيء ما تقدمون الطعن الا بالطريقة اللي شرحتها. راح اترك الفيديو بصندوق الوصف. وطلب اخير انه تساعدوني حتى تصعد القناة ويصير عندي وقت ابحث لكم عن حلول، لان انا وقت البحث تدرون البحث يستمر 2-3 حتى اجد حل وافتح لكم الاجهزة اللي محظورة. بالنسبة للأندرويد لقيت، لكن الآيفون بعد للأسف وقت البحث كلش قليل. فساعدوني، اشتركوا بالقناة، ارسلوها لأصدقائكم، وراح انزل ميزة شكرا اللي تقدر تدعمني بيها ماديا، اكون جدا شاكر اذا قدرتوا تدعموني. تحياتي لكم، ساعدوني حتى انتم تستفادون وافتح لكم اجهزة او اجد لكم حل. مع السلامة.